بالمناسبة خلينا نروح لصديقنا العزيز والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد مراد عشان نتكلم معاه بشكل مفصل جدا فيما يتعلق بمقترحات الموسم الجديد بالتحديد في بطولة الدوري واللي هو نشره النهاردة. يا أستاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير ومساء الخير على قناه الاهلي وعلى مشاهدينك ودايما كده متالق يا امير. ربنا يخليك يا ابو حميد. يعني عايزين نتكلم بالتحديد فيما يتعلق بالمقترحات وانت كنت نزلت الخبر ده النهارده، مقترحات بطوله الدوري الجديد الموسم الجديد هيبقى ماشي ازاي وابرز هذه المقترحات والدنيا هتبقى ماشيه ازاي، طمنا يا محمد. هو يعني مش مقترحات، هو ده كان الدوري اللي كان هيتم تنفيذه بالضبط في الموسم الجاي مع وده اللي اصدره مجلس الاداره السابق الكابتن هاني واعدوا تحديدا يعني الكابتن احمد شوبير نائب رئيس النادي وبالتنسيق مع لجنه المسابقات نائب رئيس الاتحاد الكابتن احمد شوبير تحديدا هو اللي كان يعني خد اختصاصات اداريه في الشهر الاخير ده تحديدا، والراجل كان يعني للامانه كان قايم بهذا دور مميز الفتره الاخيره وكان يعني دخل في تحديد جدول الدوري ومواعيد ماتشات الدوري ومواعيد ماتشات القسم الثاني وتعديل بعض اللوائح واعاده تشكيل بعض اللجان لاعاده يعني لاعاده النظام في اتحاد الكوره وعدم تكرار الازمه اللي شهدها الدوري الحالي وكثره التاجيلات وكثره اللغط، يعني الدوري هيخلص امتى، الدوري هيبتدي امتى. فده كان الدوري اللي هيتم التعامل بيه او لغايه دلوقتي هيتم التعامل بيه اللي في الدوري الجديد واللي هو هينطلق يوم 23 سبتمبر وهينتهي يوم 2 يونيو تمام و37 اسبوع زي ما احنا عارفين طبعا. وفي الفرق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا ودوري الكونفدراليه والفرق اللي هتشارك في البطوله العربيه ومواعيد كل فرقه فيهم، وفي قرار جديد برضه تمرير ان هو لو في فريق بيلعب هيلعب ماتش وهيتاجل له ماتش في اسبوع فكل ماتشات الاسبوع تتاجل ما تتعبش. ده مهم قوي يعني. ده مهم قوي يا محمد ده المتعارف عليه في كل الدوريات، يعني ودي لوائح كل الدوريات في العالم ان انت ما ينفعش تلعب مباراه ويكون الاسبوع كله بتلعب ما عدا انت، لا تاجل الاسبوع كله مره واحده، وبالتحديد فيما يتعلق بالاسابيع الاخيره في بطوله الدوري هي بتبقى اسابيع حاسمه جدا فلازم يبقى في تكافؤ فرص. يعني تمام، هو عملا مبدا تكافؤ فرص زي ما انت قلت يا امير فعلا، هو اي ماتش لو اي ماتش تاجل في اي اسبوع الاسبوع كله يتاجل ويترحل لمواعيد ثانيه زي ما انت قلت برضو الثلاث اسابيع الاخيره كلهم في مواعيد واحد في ميعاد واحد وبتوقيت واحد، ده برضو متعارف عليه في كل دوريات العالم بالظبط. وده حاجه النظاميه المميزه اللي موجوده او مش مميزه، ده حق اصلي لجدول الدوري ان هو يبقى موجود في حاجه زي كده ان الاسابيع الاخيره تلعب كلها في وقت واحد. مش عايزين فرقه يبقى بتلعب الاسبوع ال 20 وفي فرقه ثانيه بتلعب الاسبوع ال 34 زي ما شفنا الموسم اللي فات. صح. في برضه فترات توقف موجوده في الدوري زي ما بنشوف في دوريات اوروبا او زي ما كنا بنشوف في الدوري المصري قبل كده زمان، مواعيد التوقفات الدوليه معروفه من امتى لامتى. في فترة راحة بين يناير بين الدورين ده برضو بيبقى طبيعي الموسم اللي فاتت وده أمر طبيعي لكن ما كانش موجودة في السبع مواسم الأخيرة للدوري المصري. الدوري المفروض زي ما قلت لك يا أمير هيبتدي 23 المفروض ينتهي 2 يونيو. التوقفات زي ما قلت معروفة، يعني كل حاجة متظبطة ومتنسقة صح، وعايز برضو مع يعني مش عايز أجامل لأحمد شوبير، لا كابتن أحمد شوبير هو كان ليه سلطات كبيره ان هو وراء خروج الجدول ده وكان هيتم العمل فيه او هو معروف في الحقيقه في الحقيقه محمد فعلا، يعني انت عندك حق في الجزئيه دي بالتحديد، كابتن احمد شوبير كان بيبذل مجهود كبير جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت ودي حقيقه لازم ان احنا نكررها. يعني اتفضل. يعني شايف فيما يتعلق يعني بطوله الدوري والمسابقه الموسم الجديد طبعا يعني شايف من الناس ظلمت احمد شوبير وشايف برضك مع الناس اللي متحامله على هنا بوري، شايف ان هنا بوري اتحققت يعني يتحامل عليه بشكل كبير، لكن هو يتحمل خطا ان هو ساب الامور لدار اتحاد الكره لبعض الاشخاص طبقا لاهوائهم الشخصيه، فده اثر عليه طبعا واثر على المنتخب واثر على الخروج دي أمور طبعا. يعني خلاص يعني مش هنتكلم فيها بشكل كبير، لكن عايز اسالك سؤال مهم جدا وهو فيما يتعلق بتقنيه الفار وهل سيتم تطبيقها الموسم الجديد، لان دي من ضمن الامور الهامه جدا وعارفين برضو المشاكل التحكيميه الرهيبه اللي حصلت في الموسم المنقضي. هي المشكله في تطبيق الفار امير ان لغايه دلوقتي مشكله ماليه، ان هو لغايه دلوقتي يعني قبل لما المجلس كان موجود كان في مقترحات ان اتحاد الكره يتحمل حوالي 60% من تكلفه الفار والانديه تتحمل الباقي، فبعض الانديه رفضت وقال لك لا ان اتحاد الكره بياخد حقوق رعايه من وراء الدوري ومن وراء الفرق المشاركه في الدوري فلازم هو يتحمل 100% من تكلفه الفار.
ده كان اخر حاجه في التطورات اللي هي الخاصه بموضوع الفار، لكن ان هو هيتم تصدير رسميا او لا كل ده كان لسه محل جدال في المجلس اللي فات. لكن الفتره الجايه طبعا الاتحاد لغايه دلوقتي مش عارفين مين رئيس الاتحاد بعد ما المجلس اللي فات مشي، ففي بعض الامور الخلافيه لسه لغايه دلوقتي مش عارفين مين العميد صلاح السنه هو اللي هيدير الثلاث شهور دول ولا هيبقى في مجلس مؤقت هيدير اتحاد الكوره وهيتم مناقشه موضوع الفار فيه. اتمنى ان هو حاجه خلاص يعني بعد حاجه لازم تبقى حيبان. موجوده في الملاعب المصريه للفتره الجايه، وان شاء الله يعني هتبتدي من دور الثمانيه لكاس الامم، فان شاء الله تبقى تجربه تبقى بدايه خير وان شاء الله نقدر نستشفها ونشتغل فيها في الدوري. لكن لغايه دلوقتي ما فيش قرار رسمي يا امير ان هو هتتطبق او لا. يعني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه بمناسبه موضوع الفار. ثاني حاجه انت قلت المؤجلات النهارده يا امير بتاع بتاع الدوري، انا شايف ان في خطا برضو في جدول الدوري اللي هو انت 21 يوليو ده ماتش الزمالك وجونه، طب ما انت عندك ازمه ومشكله كبيره لو تونس وصلت النهائي كنهائي في فرجاني ساسي في الزمالك. يعني ساسي في الزمالك انت برضو ما انت دخلتنا في ازمه جديده برضو، الزمالك هيرجع يطلب ان هو ياجل الماتش يوم او يومين وهتبقى نفس المشكله حصلت في فمش عارف انت على اي اساس في لجنه المنتخبات خدت قرار زي ده ان انت تأدي، طب ما تخليه 22 حتى يبقى يعني يعني ده برضه خطا من برضه وجهه نظر. لكن يعني بشكل عام نتمنى ان شاء الله خلال الفتره الجايه ايا كان البطوله دي تخلص بقى يا محمد باي طريقه من الطرق، عايزين نخلص من بطوله الدوري هذا الموسم عشان نتفرغ للموسم الجديد. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز وصديقنا العزيز استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع.